ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط عبد المولى بوخريس. عبد المولى بوخريس، أهلا بك. ما هي الأجواء العامة التي تم فيها افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة؟ نعم، الأجواء العامة هي يعني تتميز بالمسؤولية، العدد كبير من البرلمانيين الذين استقينا آراءهم مباشرة بعد نهاية الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة من الولاية التشريعية الحالية، فهم أحسوا بجسامة المسؤولية المقات على عاتقهم على بعد سنوات قليلة أو في منتصف الولاية التشريعية الحالية. فجلالة الملك أكد على ضرورة أن يقوم الفاعل السياسي بأدواره كاملة في تنزيل المشروع التنموي أو المرحلة الجديدة كما أسماها صاحب الجلالة في ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية، بعيدا عن الخصامات والصراعات السياسية التي ميزت ربما في بعض الأحيان الساحة السياسية المغربية. أكد البرلمانيون أيضا على ضرورة انخراطهم من خلال المراسيم والقوانين التي سوف يتم سنها من أجل تنزيل المشروع التنموي، وأيضا نحن على بعد أيام من بداية أو طرح مشروع قانون مالية العام المقبل الذي هو يشكل آلية الحكومة من أجل تنزيل المشاريع التنموية أو النظرة التنموية والاقتصادية في السنة المقبلة، والتي طبعا الحال كما أكد الخطاب الملكي يجب أن تنصب على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، الذي أكد جلالته على أن الموارد الدولة وحيدة لا يمكن أن تقوم به كاملا، لذلك يجب أن ينخرط القطاع العام، القطاع الخاص، وعلى رأسه القطاع البنكي الذي يحظى بمكانة هامة وله باع طويل في هذا المجال ويحظى بالثقة على مستوى الدولي وفي إفريقيا. فمجموعة الأصداء التي استقيناها بعد الخطاب الملكي هي تؤكد على جسامة المسؤولية وعلى الانخراط الكامل للفاعل السياسي حكومة وبرلمانيين في تنزيل النظرة الملكية التي رسمها في هذا الخطاب وقبله في خطاب العرش الماضي. عبد المولى بوخريس، كنت معنا من الرباط، شكرا لك.